ماشي. إذن مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، ببالغ الأسف غادي نقرأ لكم واحد المباشر من مدينة المحمدية، وأول خروج إعلامي ديال الأخت الضحية اللي توفى قبل قليل. جرى واحد العملية إجرامية، واحد الجريمة اللي هزت مدينة المحمدية. معنا الأخت ديال الضحية. أختي عاودي لنا، شنو سمعتي؟ كيفاش وقعت هذا الشيء؟ شنو التفاصيل اللي عندك على هذه الجريمة؟ حنا هو جا للدار عندي ترونكيل. هذا خوك؟ جا عندي خويا، جاب لي ما بين السير، جاب لي مرت خويا ولادو، جا فرحان سلم علينا صافي. قال لي انا غادي نمشي نشوف واحد شي حاجه، شي واحد صاحبي، نعاود نرجع شويه. حنا بقينا كنعيطوا ليه، ما جاوب شويه، داز لابيل، بقينا كنهضروا معاه. يلا قلت ليه فينك؟ قالت ليه مرتو فينك؟ قال لي انا، قال ليها انا جاي. دوزاتو ليه باش نقول ليه جي دغيا وانا نسمع عندك 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 صافي. وبقى لابيل ديز قطعت. انا بقيت كنعاود نعيط كنعاود نعيط كنعاود نعيط. قلت راه واقيلا بوتيت خرك يفك شي حاجه، حيت ما كان، ما سمعنا لا مضاربه لا والو. جيت يلا جلست بحال هكا. كتصوني ليا واحد البنت صاحبتي، باسكو هذاك الدرب كنا ساكنين فيه حنايا فاش كنا صغار. هاد البنت صاحبتي ديال الصغر، انا مع صونات ليا. قلت لمرت خويا، قلت لها راه ما يمكنش غادي تعيط ليا في هذا الوقت. قالت لي اجي راه اخوك مضروب. ما قالتش ليا لا مقتول لا والو، قالت لي غير مضروب. هذيك الساعه ركبنا مشينا كنلقاو كاع جيراننا اللي كانوا تما، كاينين ناس عامرين بزاف، وما قالوش لي، ما بغاوش يقولوا لي راه تقتل، تيقولوا لي راه مضروب، ما تخافيش راه داو لومبيلونس، غير سيري تبعي خوك تبعي خوك تبعي خوك. كنلقى انا الناس كلشي الدنيا عامره صافي. هذيك الساعات مشيت للسبيطار، وصلت للسبيطار باقي كاع ما دخلت. وصلت وانا نسول السيكوريتي وقلتي صافي، قالوا لي راه داو لاموخك. بقيت كنقول لهم واش متاكدين؟ قلت ما يمكنش الله، كان عندي غدا دابا ما عنده عداوه مع حتى شي حد، ما مضارب مع حتى شي حد. منين خرج من الدار ما قال لك حتى شي حاجه؟ ما قال والو. خرج اخر حاجه قال لي، راه بغيت نجيب لك واحد الكلب، واش بغيتي شي انا كلب بغيتي؟ قلت ليه انا واحد لاغاس قال لي نجيبها لك. قلت ليه ما تجيبهاش لي، راه كبير ما نقدش عليه. هذا هو اخر حاجه طلع لي من البالكون ديالي، جا عندي لداري طلع لي من البالكون، هذه اخر حاجه قالها لي وهبط مشى صافي. بقينا كنساينو تما، دخلونا ما بغاوش يدخلوني في الاول، من بعد دخلوني كيقولوا لي لا راه ما ماتش، راه جاو جوج، راه ما عرفناش شكون صافي. شويه عطوني لي زافير ديالو وقالوا لي صافي راه مات، حنا ما عرفناش. حتى جاو الناس تما تقولوا لي شي واحد سميتو عمر، حنا ما عرفناش شكون هذا عمر، شكون، علاش، شنو بيناتهم، شنو السبب؟ ما عمر ما كان بيناتهم. دابا حنا راه شي اكثر من عام باش تحولنا من هذيك البلاصه. اصلا هو ما كانش ساكن في محمديه، كان ساكن في مراكش. هاد الاخ ديالك تما فاش جا بقى ميم با شي دو ميم با دو مو ابخي، بدل كاريمون، بدلنا كاع، ما بقيناش ساكنين تما. يعني واش كاين ان بروبليم بيناتهم؟ ما قلنا با دي دو، ما عمرنا سمعنا هاد السميه، ما عمرنا عيطنا ولا كان ولا عرفنا عليه شي حاجه. تجاو الدراري قال لك راه شي واحد داصر تما، اصلا داصر ديما كيضارب ديما كيدير المشاكل. وتشفنا تسولنا الناس تما، تيقول لك راه غفلو، كان كيهضر في التليفون، حيت سي فغي هو كان كيهضر معنا في لو مومون اللي كان كيدوي معنا في التليفون. وقعت الواقعه صح، حنا سمعنا عندك عندك، حنا ما عرفناش شكون اصلا غوت عندك، ماشي صوت خويا هذيك، ماشي خويا اللي قال صافي. هادشي اللي طرا، ما عرفناش حنا واش تشد البوليس، ما قال لينا اصلا، ما عرفناش حنا. خداو غير لي كوردوني ديالنا، خداو لو كوردوني، اون سي با شنو غادي نديرو، واش نعاود، واش غادي يصيفطوه للتشريح، واش غادي يديرو ليه اوتوبسي، واش غادي، اكيد غادي الجوته غادي تخدع التشريح الطبي. كنا جالسين تقول لك اجي راه خوك مضروب، كتمشي تيقولوا لك بركه في راسك راه داو لا مورغ. ويلا كان باقي في لي ترونتين، الي ناو 1990، عنده دو زونفون، عنده دري صغير يلا عنده عام، وبنت عندها 6 ans. ما عرفتش. قالوا لي البنيته ديالو متاثره مسكين بزاف، كنقولوا ليها راه دار اكسيدون، راه دار اكسيدون. واش نقولوا لها؟ واش نقولوا لها مقتول؟ ما نقدروش نقولوا لها. واش نقولوا لها تقتل؟ حنا اللي كبار ما عتمعشناش حنا في هذا الشيء ديال المضاربه والقتيل وهذه، باش يجي يقول لك خوك راه ضربوه. والبنات صحاباتي تما والناس اللي كبرنا معاهم عرفوا شنو طاري، وما قدروش يقولوا لينا راه مات. الوقت حنا فاش شفنا لا فيديو ديال السيد اللي خرج قالوا لك
تيلمون الى ايغورجي، ماشي غير راه ذبحوا، تذبح ما خلاوناش نشوفوه، باقي حنا ما شفناهش، باقي حنا ما عرفناش، ما عرفنا دابا حنا باقي دابا باقي كنقولوا مرتو كتقول لي يا ربي نكون، يا ربي هذا الشيء يكون غير حلم، وحنا غير كنحلموا وغيجي يقول لنا شي واحد راه كيضحك معانا ولا كيبرانكي فينا ولا شي حاجه. الله يصبركم اختي، الله يصبركم. ما تشدوا ما لقيناش اصلا حتى كاين دابا واحد الاستنفار امني كبير تما في البلاصه فين وقعت الجريمه، انا كنت تما، كاين البوليس كيدوروا بواحد الطريقه يعني كيقلبوا عليه، واخا يكون تحت الارض غادي يجبدوه. انت الزوجه ديالو اختي، اجي عندنا لالا، اجي عندنا لالا. انت عاودي لنا لالا، كنتي مع الزوج ديالك، كيفاش تفارقتي معاه؟ كيفاش؟ انا النهار كامل دوزت انا والزوج ديالي، مشى البنيه بغى يشري لها واحد البيسيكلات، جا حطني عند باه واختو على اساس يمشي يهز البيسيكلات يديها للدار، حنا كاين في المشروع ماشي من هنا، جا حطني قال لي انا غادي نمشي نجيب نحط البيسيكلات ونجي نجيبكم. صافي ديك الساعه تعطلت نعيط ليه، تنعيط ليه ما تيجاوبش النوبه الاولى، ملي جاوبني ماشي صوتو تنسمع عندك عندك عندك، شويه هو يقطع التليفون، شو انا نعاود نعيط ويا طاطي الاخت وقالت لي نقول له الو الو الو، صافي شو حنا اللي قطعنا هو هذا شويه وي عرفتي هذا قطع ماشي مشكل اختي، ماشي مشكل ماشي مشكل. كيفاش كيفاش الحاله ديال الوليدات اختي؟ كيفاش البنت الكبيره عرفتي باقي عندها يلاه 5 سنين ومصدومه، تقول لي ما بقيتش غادي نشوف بابا. الله يحسن العون. ما متقبلهاش انا الان. واش هاد السيد عنده به شي عداوه كتعاود لك عليه شي حاجه؟ بعد هذا الدري راجلي سول عليه محمد ياك ولا تيعرفوه، تقول الله يا عمر هضر ما يمكنش، انا تنقول لهم ما يمكنش هذا يضربوا لي علاش غيغدروا، كلشي تيقول لهم الله يا عمر هضر تيدير الخير، منين ما داز منين ما داز تيدير الخير، ما عندوش شي عداوه، ما عندوش فم العيب كاع، ما تيهضر مع حتى حد. كيفاش هذا قتلوه حنا باقي الان ما متقبل ما صدمه، انا ما عرفش بان هذا، نقول لها واقيلا تنحلم ما يمكنش، ويتموا في وليداتو ويتموا في حياته وفي شبابه، باقي عنده يلاه 30 سنه مسكين، وليداتو باقيين صغار. شنو هي الرساله ديالك اختي اللي بغيتي توصلي للمسؤولين؟ يلا باش ونعم الوكيل، تطلب من المسؤولين يشوفوا هذا الشبع على الاعتبار ويشدوا هذاك المجرم في اقرب وقت ويتاخذوا الاجراءات اللازمه، هذا الشيء راه ما يمكنش، حشومه عليه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اخر ما راجلك خارج من الدار شنو قال لك؟ فين غادي؟ واش قال لك عندي شي مشكل مع شي واحد غادي نمشي كيتسني شي حاجه؟ شي عمره ما كان عنده شي مشكل مع شي حد نهائيا تحت، كلشي الله يعمر دار، منين ما داز فؤاد، فؤاد معروف على الصعيد، محمد ياك ولا سول على شي عارفه مسكين، ما تيجي ما عندوش عداوه مع شي حد وما تيضار ما تيتخاصم ما حتى حاجه، عنده جوج ولاد يعني انسان مسالم، مسالم بزاف. قال لي الاب ديالو بانه يلاه غادي يلاه غادي يترسم في شي خدمه، يلاه غادي يطبق كيجمع الوريقات، كيجمع الوريقات يلاه تقدر تكون يحسد هذا الشيء ممكن، هذا كان فايت خدم معاه في شي بلاصه، هذا عمر نهائيا ما عمره ما خدم معاه، ما كتعرفوش على ما تيقولوا لينا، تيقولوا لنا هذا انا واحد الفيديو دابا وصلني بان لحو لحو في هذا السيد هذا، شحال من واحد تيهددو تيدوز عنده تيقول ليه كارديان مسكين مهددو، تهدد الناس، تهدد الناس هذا يعني من داك العناصر الخطيره زعما، خطير هذا، هذا واقيلا شافو حسدو ولا معطو وضربو حيت الطريقه باش قتلو، ماشي طريقه هذيك حيت الان حنا ما قداش نقول لك الصراحه، شنو باش عندنا البنية عندي كان ممكن، البنيه عندي 5 سنين عارفه خصنا نحيدو الفانيد اخويا، خصنا واش واش هذا السبب زعما، واش فانيده تيكون يكون مقرقاب يكون شنو؟ انا ما سمعت، انا قال لي واكل شي 20 فانيده ولا ما عطاش هذاك العجب، ما عرفتش حنا ما عرفناش هذا الشيء، ما عرفناش هذا الشيء الصراحه، طلع ما عرفتش حنا ما كناش كاع ساكنين هنا، انتم دابا يلاه جيتوا سكنتوا في المحمديه، كنا في مراكش اه مسكين. اجي الشريف، انت قلت لي مؤخرا ولا كيجي عندك الابن ديالك كيتعامل معك بطريقه ماشي كالعاده، يعني كيبوس لك يديك، كيبوس لي يديك، كيبوس لي راسي، كيقول لي جاي معايا الوالدي معايا راه غنترسم ان شاء الله، غنطول من الدار وغنكون بخير ولا خير، ادعي معايا حتى ولدي سير الله يرضي عليك، انا دايما عليك وانا وقبيله قبل ما يخرج كيفاش هضر معاك؟ شنو قال لك؟ كان عندك في الدار؟ الله يحسن العوان الشريف، الله يصبركم، الله يصبركم، الله يصبركم، الفاجعه كبيره ولكن نتمنى والله بانه يرزقكم صبر اكبر من الفاجعه.
حسبي الله ونعم الوكيل صافي توني بولدي صافي خلى لي وليد الثوار لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. إذن كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام العائلة ديال الضحية فؤاد ياك فؤاد اللي توفى فؤاد كتستنكر هاد الجريمة اللي هزت مدينة المحمدية قبل قليل واللي راح ضحيتها أب ديال جوج ديال الوليدات البنت عندها 5 سنين والوليد عنده 16 شهر حسب الإفادة والتصريح ديال الأب ديالو. في هاد الأثناء كاين استنفار أمني كبير بمدينة المحمدية من أجل إيقاف هاد الجاني هاد المجرم اللي ارتكب هاد الجريمة الشنعاء. نتمنوا بأنه يتم الإيقاف ديالو وينال الجزاء على قدر الجريمة اللي ارتكب. شكرا لكم على تتبعكم هذا المباشر، تفاصيل أكثر تجدونها على قناتكم شوف تيفي. واخا لا ماشي مشكل، عن نخط صريح ديالو.